windowwedding.com مصدر اساسي لكل مستلزمات الاعراس من التحضيرات للايفنت بلانينج للسبلايرز لكل شيء انتم بحاجه له حتى يكون هالنهار مثل ما بتحلموا انه يكون. ضيوفنا اليوم هن من ادم اند ايف، مشروع كامل بضم صالات مخصصه لكل المناسبات الكبيره والصغيره بالاضافه لمطعم انترناشونال ليبانيز فود. تفاصيل اكثر مع ضيفتنا سلام حلاق. اهلا وسهلا فيكي سلام. اهلا وسهلا فيك رولا، شرفتينا. حضرتك ودينج كوردينيتور بمشروع ادم اند ايف. ايف هي صاله الاعراس اللي موجوده عندكم، بدنا نحكي بالتفصيل عن هالصاله وكل المناسبات اللي ممكن تصير فيها، ولكن قبل تعريف عام عن هالمشروع المتكامل. بالبدايه حب اعرف عن اللوكيشن اللي نحن فيه. هو مشروع متكامل بالجنوب بمدينه صيدا. نحن عندنا اول شيء ريستو ادم، هو بنقدم نحن فيه انترناشونال اند ليبانيز فود. بنفس الوقت في اريا زون خاصه للاولاد كبلاي جراوند، كمان بنعمل هنيك بيرف دايز واشياء ثانيه ان شاء الله ليتر اون رح نضوي عليها الضوء اكثر بامور ثانيه. وكمان عندنا الويدنج فانيو اللي هي اسمها ايف. نعم ايف هي هلا رح نشوف بالصور عنا كمان كيف شو بتتخصص، مين الفريق العمل اللي بيشتغل فيها، وكمان شو بنقدم كباكجز للكابلز. نعم. وين كمان بالاخر وين رح يلاقونا. نعم. نعم. موعدكم موقعكم كثير استراتيجي سلام، انتم موجودين على مدخل صيدا، مساحه واسعه بتشمل حوالي 4000 متر مربع. اكزاكتلي. وبتساع مثل ويدنج ايف بتساع تقريبا ل 400 شخص. نحن موجودين باول صيدا البوليفار الشرقي قريب من قصر العدل. نعم بالضبط. الويدنج فانيو هي اندور او اوتدور سلام؟ هي اوتدور. ونحن هي كمان بتحول حواليها كلها خضار، يعني هي بتتناسق مع موضوع الواحد لما بده يجي بحس براحه نفسيه لانه كثير فيها اشياء خضار، واللايتنج اللي فيها كثير حلو ان كان بالنهار وان كان بالليل. يعني انتم موجودين بمكان ما في شيء حواليكم، يعني الصاله والمشروع والهواء الطلق. بالضبط مزبوط. عشان هيك لما الواحد بيجي بزورنا بالنهار بحس حاله كانه طالع بيكنيك لبرا على الطبيعه. ولما بيجي لعنا بالليل بحس حاله كانه جاي على مكان كثير كوزي. يعني مشروع نهار الاحد كتير مطلوب عندكم. كتير مطلوب خصوصاً وللعائلة كلها. للعائلة كلها، وخصوصاً نحن كل أحد بنقدم بروجرام خاص للأولاد. ففي اكتيفيتيز من ارتس من انيميترز بيكونوا موجودين، فهيدا كمان بيناسب العائله، العائله بتكون قاعده مرتاحه وبنفس الوقت اولادها بيكونوا قاعدين بمكان كثير امان مع انيميترز. البلاي جراوند كثير واسع، مش بس حتى يلعبوا فيه الاولاد، كمان بتنظموا ايفنتس فيه. مزبوط. وبنعمل فيه بير دايز، الاولاد هن حسب شو بيختاروا ككاركترز، شو بيختاروا اي انيميشن، ماجيسيان، كل شيء نحن بيتوفر بادم. وبنفس الوقت ان كان في بير دايز او ايفنتس كثير كبيره، لانه نحن عندنا ايف هي مش بس للاعراس. صحيح. ايف هي بتتقدم فيها الندوات، الغدوات. صحيح. العشوات، كمان اي شيء بحاجه للواحد انه يعمله، مثل هلا قريبا جاي عندنا عيد الام وعيد الطفل. نعم. فكمان ايف عم تتحدى لانه يكون فيها بروجرام خاص بهذا. نعم. الموضوع بدنا نحكي عن مختلف النشاطات والايفنتس اللي ممكن تصير بصاله ايف، وهون رح ناخذ فكره بالصوره عن الايفنتس المختلفه. فينا نشوف هون، كان عم نشوف هون بالصوره الديكوريشن الموجود بايف. اول شيء بالصور مبين قد ايه المساحه واسعه، يعني العالم لما بدها تجي على ايف بدها نظرها بده يوحي على مدار واسع. كل شيء نحن بايف بنقدمه كباكج كامله، يعني العرس بيتقدم من اي تو زد من ضمن الديكوريشنز. يعني انتم ممكن تهتموا بكل التفاصيل. 100% بنهتم بكل التفاصيل بكل الديتيلز. اكيد عندنا بروفيشنال تيم هو بيهتم بهذه الامور، ان كان من خلال الورد، شكل الطاولات. يعني فريق متخصص للويدنج بلاننج، هون فيكم تشتغلوا مع العرسين مباشره او مع الويدنج بلانرز اللي هن كمان مخصصينهم. بالضبط 100%. وكل شيء الكابلز لما بيجوا لعنا اول شيء بيكون في كذا ميتنج بنعمل معهم، وزي ما بدنا نشوف هلا العروس هي اللي بتنقي كل شيء ديتيلز بده ينحط على الطاوله، يعني ان كان شو حسب اللون وحسب الاشياء. التيبل سيتنج. التيبل سيتنج. وبنفس الوقت اذا بدنا نشوف الدرج هيدا طله العروس،
كلها وحده بليله عرسها بهمها طلتها كيف بدها تكون. وايف بتتميز بهذا الموضوع بدرجه كثير طويل. اكيد الديكوريشن بيكون اختيار العروس، يعني من كل زاوية ممكن يشوف العروس باول طله لها، وخصوصا هي وعم تنزل عن الدرج بتكون مساحه ايف كلياتها قدامها. حلو. يعني ما في داعي انه الكل بده يقعد ينطر منين بده يشوف العروس، هي جاهزه والعروس بتكون عم بتشوف الكل بنفس الوقت، الكل بيكون عم بشوفها. واكيد نفس الشيء اي كابلز بيجوا عنا على ايف، نحن بنقعد معهم كذا مره لنسمع متطلباتهم، لنشوف هن شو في عندهم اشياء ولنشوف نحن يعني بالضبط. يعني بتاخذوا وقت حتى تتعرفوا على العرسين شخصيتهم بالزبط. هالنهار كيف بيحلموا انه يكونوا، اكيد لانه لازم باداء التفاصيل بالزبط. لانه لما بيجي نهار العرس يعني بتصور بنقطع الاتصال مع العرسين، لانه بيبدا نهارهم والتركيز بيبقى عليكم انتم كيف بدكم تنظموا وتنفذوا هالنهار. كرمال هيك نحن بايف بنسميه ماجيكال داي ليكون كله ماجيك. نعم. وبنفس الوقت نحن بناخد وقت لنتعرف على الكابلز، بس في عنا نحن بعض الكابلز اللي بيكونوا مثلا مسافرين بريد البلد. نعم. هدول ما فينا نحن اكيد نتعرف عنهم غير عن طريق الايميلز. كيف بتتواصلوا معهم؟ ايميلز. ايميلز بيبعتوا لنا ايميل بشو حابين بالاشياء اللي حابينها، ونحن من اي تو زد بنجهز لهم كل شيء، وقبل ما يوصلوا قبل عرسهم بكم يوم نتعرف عليهم، وهيدي كثير صارت معنا وكثير عم بتكون ناجحه كمان. نعم. نتعرف عليهم، واكيد بوقت العرس بيكون ما بقى بيكونوا راضيين والنتيجه عم بتكون مثل أكيد. المطلوب. أكيد. كم شخص ممكن تستوعب صاله ايف؟ ايف بتستوعب 400 شخص. نعم. اكيد. ونحن ذكرنا كمان الكابلز لما بيجوا هن بيختاروا الاشياء اللي نحن بنقدمها كتيبلز، مثلا ممكن يختاروا الراوند تيبلز، الديكوريشن وين بده يقعدوا العالم، هذه الديتيلز التفاصيل اللي بتفوت فيها كمان ايف الفريق المتخصص. الفريق عاده المتخصص. لكل عرس بيكون في ثيم او موضوع حابين يمشوا فيه لكل الديكور، بتتناقشوا كمان مع الافكار اللي بيطرحوها العرسين؟ نحن دائما بناخذ بعين الاعتبار باول ميتنج انه نحن نسمع هن شو بدهم. بتعرفي كل عروس حابة انه هي تحلم بيوم عرسها يكون احلى يوم، بدنا عرس مميز بيختلف عن كل الاعراس، يعني طبيعي طبيعي جدا. وكرمال هيك اول شغل نسمع نحن شو متطلبات العروس، شو الاشياء اللي هي حابتها، وبنفس الوقت نحن بنعرض عليها شو الاشياء اللي نحن اكسترا ممكن نزيدها، او نحن كنصيحه من عندنا انه نحن بمجال عملنا بايف عندنا اكسبيرينس كثير كبيره، وحتى التيم كمان فيه كثير. نعم. عنده اكسبيرينس كبيره. سو نحن بهذا المنطلق بنقلها شو كمان الديتيلز اللي حابه تزيدها، وهي هون عم نحكي غير مستلزمات مثل ساوند ولايت ساوندز واللايتس وفايروركس العاب ناريه فولكينوز اللي اكيد كل عروس بتحب، خصوصا على نزلتها على يكون في فولكينوز. نعم. او بالفيرست دانس. بس كمان بحب ذكر شغله انه نحن بايف في شيء كثير مهم، انه نحن هالكوبلز منقدم لهم بفترة التحضيرات للعرس بيكون في شيء اسمه بروفا. نعم. بروفا للفيرست دانس، بروفا حتى للمنيو، زي ما ذكرنا انه نحن الاكل بيكون من مطعم ادم. نعم. وادم بيقدم انترناشونال ليبانيز فود. من الباكج اللي نحن بنقدمها للعرسان وهلا حنحكي عنها، بس هيدي شيء كثير مهم يعرفوا انه نحن بنقدم فري انفيتيشن لأهل. نعم. العريس ولأهل العروس. نعم. يكونوا قبل بوقت يجوا كلهم يتذوقوا الأكل عندكم قبل بيومين من العرس، هيك بيختاروا المنيو اللي هن بيحبوها، هيك بتكون جمعة للعيلتين بنفس الوقت بيدوقوا الأكل تبع الإيف اللي بده يتقدم. هيدي مبادرة حلوة منكم، هيدي كتير حلوة، وهيدي انفيتيشن بتكون بالباكج تبع. نعم. العرس. فإذا الكيترينج من عندكم إجمالا من مزبوط. المطعم آدم مزبوط، الكيترينج بيكون من عنا من مطعم آدم. وأكيد نحن بنختار كمان أي كابلز بحبوا بيجوا بيقعدوا مع الشيف، لأنه بيكون في منيو تبع آدم، وكمان بيكون في كاستمايزد منيو اللي هن العروس بتختار شو اشياء زيادة حابة تضيفها، الشيف اللي عنا هو بيهتم بهذه الأمور. مستعد كمان إنه ينفذ. وبدي أحب ذكر شغلة كتير مهمة، إنه نحن كإيف مش بس بنعمل أعراسنا بقلب إيف، يعني اذا اجوا كابلز حابين كودينج بلانر الاكل ككيترينج يطلع من عنا، كمان بنفس الوقت نحن مستعدين ننفذ اي عرس برا بغير مكان او بغير فانيو. في كابلز كثير بحبوا انه كمان تشاركون افكار للبرنامج الفني، فنانين او في زفه انتم خاصه كمان بتشتغلوا معها. بالضبط. نحن كايف متعامل مع كثير فنانين، واكيد هيدا بيكون بناء على طلب من الكابلز مين حابب يحضر يغني بعرسه، وبنفس الوقت الزفه اللي نحن بنتعاون معها هي زفه احلام، وهي الوان اوف ذا بيست بلبنان يعني.
فكمان الشغلة كتير مرتب. كرمال هيك أنا حابة أوجه لكل الكابلز اللي بدهم يجوا، اللي حابين ياخدوا فكرة أكتر عن إيف، إنه يشوفونا ببيال من 4 لـ7 شباط. رح يكون في معرض خصو كله عن الودينجز كيف تنعمل. وانتم رح تكونوا موجودين. نحن حنكون طاقم الشغل كله كتيم 1 رح نكون موجودين بالبيال من 4 لـ7 شباط. وبنفس الوقت هيك ساعتها فين يسالوا اي اشياء وفين يعملوا ريزرفيشن. انه بتعرفي نحن مفوتين على بعد يلحقوا لموسم صيف 2016. بعد في ديتس افيلبل؟ بعد في ديتس افيلبل، بس انا بدي اقول انه يلحقوا قد ما فيهم، لانه نحن بتعرفي اكثر شيء بالويك اند سبت واحد بتجي اكثر. نعم، خلينا نحكي شوي عن الباكجز. هل صحيح انه العرس الحلو دائما بكلف كثير سلام؟ هيدي بيقولوا مثل ما بيقولوا اقوال بتقول بين العالم انه العرس اللي كثير حلو بكلف كثير، بس بحب خبر الكل انه بايف لا ما هيك. نحن كمان من اول ميتنج بنعمل مع الكابلز كمان نحن بنسالهم قد ايه تقريبا البادجت، قد ايه ممكن تعملوا عرسكم. وما في عرس مرتب بيطلع مثلا، ما بيطلع مرتب لانه البادجت اقل مثلا. هيدي اقوال بس تنقال ما بين حدا، بس عندنا بايف نحن ندرس البادجت. نحن كمان يعني لكل بادجت في عرس حلو ممكن يتنفذ، عرس حلو مميز. يعني بالنهايه هي ذوق ما بين الكابلز وما بين البروفيشنال تيم اللي عم بيشتغل بايف. شكرا لك سلام حلاق. للمزيد من التفاصيل عن ادم ان ايف، كل الخدمات اللي بتقدموها، كل التفاصيل اللي ممكن تشتغلوا فيها حتى يكون هالنهار مثل ما قلنا نهار الحلم للعرسين، بشوفوه على ويب سايت windowwedding.com. عندك شيء تضيفي سلام؟ نو ثانك يو. شكرا لك واهلا وسهلا فيكم. هلا رح ناخذ بريك قصير مشاهدينا، ومن بعده بنكمل لاخر فقره ببرنامجنا سانتي.